حالة جوية ماطرة تشمل مناطق عديدة من المملكة في عطلة نهاية الأسبوع ونبدأها من يوم الخميس، حيث يتزايد تأثر مناطق عدة من المملكة تدريجياً في نهار يوم الخميس بحالة جوية ماطرة تشمل مناطق عديدة من شرق ووسط المملكة وأيضاً غربها، حيث تتكاثر الغيوم الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصحبها هطول أمطار متفاوتة الغزارة. ومن المنتظر أن تتأثر أجزاء عدة من المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض بسحب ماطرة وبخاصة فترة ما بعد الظهر والليل الأولى. ومن المتوقع أن تشهد المناطق الشرقية سحب ركامية يرافقها هطول أمطار تكون غزيرة في بعض الأنحاء وتترافق تساقط البرديات ونشاط للرياح والتيارات الهابطة. هذا ويجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات الجوية وما يرافقها من ظواهر جوية من أمطار رعدية وبرد وهبات نشطة للرياح ستستمر بالتأثير على مناطق عديدة من المملكة في عطلة نهاية الأسبوع. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.